البنات، اول حاجه قبل ما نبدا لا فيديو، الفيديو اللي درت البارح قديم، صورته قديم، لهذا انا اليوم درت هذا لا فيديو وسمعت داكشي اللي طرا الشهداء اللي طاحوا من الطائره. يعني راه ماشي نسبه اللي هي قليله، راه اكثر من 200 واحد اللي مات. ان لله وانا اليه راجعون. زعما متاسفين وبقاو فينا، دم الشهداء ديما كيبقى في رقبتنا. وش نقول لكم؟ الله الله يصبركم والله يكون معنا كاملين. و ولحظه الصمت في واحد شويه عاد نبدا لا فيديو ديالي. وحنا كنا خاوه خاوه، الجزائر ومغرب ليبيا، كنا خاوه خاوه. صباح الخير غزالات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير. اليوم الخميس 12 ابريل. تعمدت نقول ديما تاريخ في الاول، بغيت نبدا مره نقول تاريخ في الاول باش هكا الفيديو تكون عنده ذكرى ويكون عنده تاريخ ويكون عنده كل شيء. المهم البنات، حنا يلا فقنا دابا انا وبنتي. كيف شفتوا كنعطيها ديما الحليب ديالها في الدار الصباح، ودابا غادي ندوز باش نديرو الفطور. دابا راها 9:30. قلت ندير شويه ديال البانا كوكو في الكريب، بغيت ندير شويه الكريب. غندير غير هذا اللي جاهز، كتدير معير بيضه، البيض والحليب صافي وكدور نديروه. المقله اللي كندير فيها انا الكريب هي هذه، خديتها من ايكيا، زوينه البنات، كتخرجوا زوين. غنديروا معير صغيرين على حساب بنتي وعلى حسابي. هذه خديتها من الناس من ايكيا بواحد 7 اورو ولا 7 اورو شي حاجه، يعني رخيصه ما غالياش. وكندير فيها شويه الزبده وهذا. المهم انا غادي ندير غير شويه على قياسنا حنايا. وصراحه باقي ما عرفتش شنو غادي ندير للعشاء. غادي نخرج بعدا برا، نخرج نتسخر، خاصني شي حاجه نخرج انا وبنتي. نجمع بعدا الدار عاد نخرج، نخلي ليا الدار مجموعه. المهم انا دابا غادي نصايب شويه ديال الكريب، نرجع معاكم. معايا البنات، انا درت مقادير دوكا صغيورين باش حتى بنتي تقدر تتحكم فيها وتاكلها الراسه. انا باقا خدامه، غادي ندير معاهم شويه شكلاط وندوزو الفطره. انا غادي ندوز مفطره انا وبنتي. درت ليها اتاي. اتاي البنات ماشي اتاي اللي كنشربو كاملين، هذا بواحد المذاق ديال التفاح والقرفه. درتو لها مره عطيو لوليداتكم اتاي، حتى هو زبين، ما تبقوش غير الحليب حليب. وبالنسبه للوليدات اللي عندهم 18 شهر الحليب، حيت واحد الاخت سولاتني البارح قالت لي شحال مره كتعطي الحليب. الحليب كيتخاد جوج مرات و150 مليلتر، ماشي بزاف، يعني 150 مليلتر تفطر بها و150 مليلتر ديريها لا عليها تنعس، ديري لها معها سيريال باش تبات شبعانة وتنعس. اتاي مره في النهار. وخا يبان لكم انا معمره على حتى لهنايا، راه درت ليها الماء طيب حتى لهنا، واش لا خرجت لها ما بارد هي ما غاديش تكملو. المهم كتشرب منه واحد شويه وكديروا فيها واحد شويه السكر، ماشي تشربوه لكم. ملي كنت كنديروا لها مسوس ما كتشربوش ليا، فهمتوا البنات؟ المهم دابا غادي ندوز نجيبها تفطر معايا هنايا. وها هما درتهم صغيورين فيهم الشوكولا وصافي. ودابا ندوز الفطر. المهم البنات دابا انا يلاه ساليت الاواني عندي، غادي ندوز دابا باش غادي نشفهم نديرو الشارج تشارج هادشي. اش نقول لكم؟ يلاه درت كيف قلت لكم غسلت الاواني، غادي ندوز نشفهم ومن بعد نولي لكم. وانا الليل الزوينه اللي سولتني على سميتو على الطحينه، قالت لي واش هي الخردل؟ لا حبيبتي، الخردل المطرد بوحدو، هذه الطحينه. طحينه البنات اللي كيديروا مع الحمص،
تواركه كتجي بنينه. هاد الطحينه هادي اللي هي دايره هكا شام مكتوبه فيها الطحينه، يعني هادي بوحدها تقوى عند ترك حانوت تركي كنشري من عنده. دابا غادي ندوز باش نصايب بروكلي. البنات انا اليوم غادي ندير الكراتان ديال بروكولي، غادي ندوز نفورو بعدا اللي بغات تسلقو تسلقو، انا غادي نفورو كيف قلت لكم اللي بغات تسلقو تسلقو واللي بغات تفورو تفورو. البنات انا غادي نفورو من بعد ما نقيتو بطبيعة الحال. المهم البنات حطيت البروكولي ديالي يتفور، خديت واحد المقيله، هاد المقله البنات اللي غيصوني خديتها من اكسيون، زوينه البنات وثقيله، درت فيها زيت الزيتون غادي نضيف عليه بصله واحده مشلضه ونخليها تشحر شويه. ضفت عليها الصدر ديال الدجاج، شوفوا القدر اللي بغيتوا على حساب شحال نتوما شحال من شخص كاين في الدار. ضفت عليها الملح، ملح دائما حسب الذوق. غادي نضيف الكركم والفلفل الاسود توم وغنخلط الكل جيدا. ودابا غادي نضيف زعتره، ماشي الزعتره البنات زعتره، وغنخلط كلشي. دابا البنات نضيف معلقه كبيره ديال الحامض الليمون ونخلط جيدا. هنايا البنات البروكولي ديالي واجد صافي، غادي نخليه حتى نحتاجه. ودابا ندوز نكمل الدجاج. من بعد ما وجد لي الدجاج ديالي وطاب غادي نصفو في الصينيه اللي كتدخل الفرن، غادي نصبو كامل. ودابا غادي نحط فوقه داك البروكولي من بعد ما برد شويه. البنات دابا انا غادي نبدل بنتي باش غادي نخرج. المهم البنات انا دابا لبس حويجاتي باش غادي نمشي نخرج انا وبنتي نتقداو داكشي اللي خاصني. الاخت اللي بغات تعرف المرطب اللي كيكون تحت من العينين غادي نقول لك زوينه، هذا زوين بزاف وكيد غطي مزيان تحت العينين، ولكن الا عندك الهالات السوداء ما غاديش ينفع معاك، خاصك تعالجيهم حيت كنتي قلتي لي وريه ليا. ها هو اختي سكين سوليشن زوين زوين بزاف، كيحمي العينين، تنديرو كنخرج به، يعني كنقدر نخرج به،
زوين بزاف البنات. وملي سال عليا خد كي شفتو خديت هذاك ديال بانغود، المهم هادشي كامل غنهضر عليكم عليه على المنتوجات ورايي فيها، غنقولها لكم برايي بصراحه. غير الاخت كانت طلبتني وقالت لي وريه لي، انا كنت غنخليه حتى نوريه لكم على المنتوجات، ولكن هي زربانه. المهم ها هو اختي، هو هذا راه موجود في اكشن، كاين هو كاين غسول الوجه كاين هذاك الشيء كامل تابع لهاد لا مارك ديال سكين. المهم دابا انا غادي نمشي باش نخرج. انا بنات دابا في يومبو، خاصني بزاف حاجات خديتهم. المهم دابا انا غادي نشوف الفرماج اللي غادي ناخذو نديرو في داك الكراتا. راجعه دابا للدار، بنتي ها هي معايا. اوف كتنقط شويه الشتا، دابا كنزرب حيت بنتي ما هزيت ليهاش القلع صافي. دابا حنا راجعين ان شاء الله للدار، خديت شي حاجه من يومبو صافي، خديت لبنتي واحد الكسيوه من هيما جايبينهم زوينين صيفيين البنات. رجع نوصل للدار ونبارطاجي معكم غزاله ما غالياش. مهم تلقاو في الدار. بنات مشيت اليومبو، اول حاجه خديت هاد الماء اللي بمذاق ديال النعناع، لذيذ جدا. خديت بطاطا، انا كناخذ هاد البطاطا هذه كريمي، يعني بطاطا اللي هي رطبه وعزيزه عليا، بطاطا اللي تتعجن في المرقه تراجلي كتعجبو. خديت لاجلي الزبده، زبدة كيديرها مع كيديرها مع توست ديالو، وخديت الفرماج، الفرماج باش نديرو في الكراد تاع اليوم. خديت البنان، خديت ليا بعدا كرويسا كيعجبني نفطر بيها، خديت البنان صافي. هادشي اللي انا خرجت خديتو. شويه نقول لكم دابا غادي نمشي نتغدى ليا شي حاجه، ومن بعد نكمل معكم الكراتان. البنات اتجيت هنايا عاد تفكرت انني ما وريتكمش الكسوه حيت كنت دايراها في ساكي، الكسوه اللي خديت لبنتي من هيما زوينه، شوفوا صيفيه غزاله بزاف، قزبه نصكم غزاله حمقتني البنات، والثمن ديالها رخيص جدا جدا جدا. هانتم بعدا شوفوا الشكل ديالها كيفاش دايره، جات فهاد الحزيمه هنايا لتحت، والثمن ديالها جد رخيص. سيروا البنات جريوا، كاينه كاينين، انا عجبني هاد الكولور هذا. ها الثمن ديالها البنات 6 اورو 1200 ريال 60 درهم مغربيه، كدير هاد الكسيوه هادي زوينه وبارده حمقتني. وخديتها لا كنا انا قبل معوله انا راه شويه هبيله خرجت بالي شي حاجه ديال الدراري الصغار ناخذ لبنتي. لهذا انا قبل وريتها لكم، دابا عاد شفتوها شي نديها. دابا البنات غادي ندوز باش نصيب داك لاصوص الابيض باش نلوحو على البروكولي. نحيدو التريكتور من هنايا، لا لا تراكتور ماشي ماشي طن ماشي سميتها تراكتور هادي. درا ملي كنكون غاد انا وهي خارجين في الزنقه وكندخل شي وينكل ولا شي حانوت، انا ويا اللي دايزين ما كيدوز حتى واحد، زعما ما يقدرش واحد يدوز معانا. ها شو قداش نمشي نديها للكراج. انا دابا من بعد ما ملي خرجت جبت بابا قلت غادي نضيفها مع داك البروكولي والدجاج، ندير شي جوج وحيدات هاكا
انا رانا خدامة دابا وكنقرا التعاليق ديالكم اللي خليتو لي في السابق. الله يفرح كل وحده والهلا يرحم كل وحده من الدريه الصالحه يا ربي. غندير غير ثلاثه البطاطات، ثلاثه الوحيدات اللي غادي ندير. غادي نقيها، رانا مشعله على الماء كاسرونه باش غادي ندير لها واحد نص سلقه فتبقاش ليا قاصحه. باش ملي ندخلها الفران انا غنتسنى غير الفرماج يدوب، راه كلشي طيب، الدجاج طايب، بروكلي طايب، كنتسنى غير سميتو هاد الفرماج يدوب صافي. المهم انا غنقطعها ونرجع معاكم. الدجاج الشوا هاك الشوا. البنات انا دابا غير سلقت البطاطا، دابا كنخليها تسقطر مزيان وغادي نضيف على هذاك البروكولي ديالي، نحط عليه من الفوق دابا بحال هكا بواحد بحال هكا. هاك كيفاش جات البنات. ودابا غادي نصايب داك لاصوص البيض، غادي نكبو عليها من الفوق وفرماش. دابا غادي ندير هاد لاصوص هذا، اللي ما عندهاش هذا دير لاصوص بيشاميل، حتى هو كيجي زوين البنات فيها. انا غندير هذا متوفر عندي دابا، غادي نكب هاد الساشيه وغندير عليها 250 مليلتر ديال الماء هكا. وغنحطها فوق النار مع التحريك، يوجد ونرجع لكم. البنات ها هو لاصوص ديالي، ها هو وجد، شفتوا كيفاش داير، ما تيكونش عاقد بزاف. غادي نكبو من الفوق. قادو بطاطا ستيكيوا ستيكيوا الحاله هاي، وغادي نبدا نصب عليها من الفوق. عرفتي كتجي بنين 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 بنين. غادي نكبو كامل، شوفوا شايفه عليكم، نتمنى الصوره تكون واضحه. انا حيت كيعجبني هاد لاصوص ما كنخلي فيه حتى نقطه في الكاسرونه، كنبغي نخوي كامل. ها هكا. ودابا غادي نخليه حتى يقرب الزوج ديالي يدخل، وغادي ندير عليه، غادي ندخلو الفران. دابا غادي نصب عليه الفرماج من الفوق، لي ما كيبغيش الفرماج بكترو ما يكتروش. انايا كندير ليه غزاوة، ما كنكبو بزاف، مازال غادي نضيف هذا كان عندي، وغادي نضيف من هذاك اللي يلا جدتو. كيف كتشوفوا معايا، اللي كيخافوا من السمنه ما يكتروش الفرماج البنات. انا ما تخموش من جهتي، انا كناكل هادشي صافي. دابا غادي نغطيها بورق الزبده وغنغطيها ببابي الومنيوم ونخليها تقرب يجي راجلي، وغادي ندخلها للفران ومن بعد نرجع معكم. دابا البنات غادي ندوز باش غادي نوجد لواحد واحد التحليه اولا كيكه بارده ما كطيبش في الفران. خديتها من عند قناه شهيوات امل، تبارك الله عليك حفيظه الله يخطك عليا، جبتي لي حاجه سهله مهله وحلوه. كنقول لك شكرا. عرفتي علاش شكرا؟ حيت انا عزيز عليا بحال هذا الشيء وما كيصدقش ليا، وانت جبتي لي حاجه سهله الله يخطيك، الله يخلي لك ماما عايشه. البنات اللي ما كتعرفش القناه ديال شهيوات امل تمشي تزورها، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. دابا غادي ندوز نطحن هاد بيمو، نطحن هاد بيمو باش غادي نخلطو مع الشكلاط، غنطحنو ونولي لكم يا الزوينات.
البنات هو من بعد ما طحنت بيمو ديالي بسكوي ديالي اي بسكوي بغيتو طحنو طحنو. انا طحنت هذا الشكل هذا غير هذا كناخذو من ليدل هو اللي طحن دابا واحد جوج باكيات كبار طحنتهم. دابا غادي ندوز باش غادي نذوب الشكلاط كارطونه الشكلاط اللي كنستعمل للذوبان هو هذا توا كناخذو من ليدل البنات زوين كيجي مع الحلوى مع كيكه مع كل شيء. دابا ندوز نذوبو ونرجع معاكم. البنات من بعد ما ذوبت الشكلاط غادي نضيفو على البسكوي غادي نخلطو معاه مزيان حتى يتجمع ليا بداك الشكلاط. صافي البنات من بعد ما تخلط ليا كامل بداك الشكلاط مع البسكوي من الاحسن ديروا الشكلاط سخون باش يقدر يتجمع لكم مع داك البسكوي فهمتوا. حيت الا درتو بارد ما غاديش غادي يقصح لكم ما غاديش يجمع لكم البسكوي ديالكم. انا خليته بحال كيف دارت امل يعني ما هروشاتوش مزيان خلات شويه الحبيبات داكشي اللي انا درتو. دابا غادي نجيب واحد المول ونرجع لكم. كما انا جبت واحد المول اللي غادي نبسط فيه داك البسكوي ديالي وياخذ المكان ديالو كامل. اشنو مامي اشنو بيتي بنتي انتما البنات من بعد ما قديتها كنديرها بالمعلقه بحال هكا باش تبسط مزيان. بحال هكا تجي مزيانه تا داكشي علاش قلت لكم هادشي راه انا خيوره الله يرضي عليك امل. دابا البنات غادي ندوز باش نصايب سميتها الطبقه الثانيه غادي ندير نص سيترو ديال الحليب ندير نصف لتر من الحليب وغادي ندير معاها واحد ثلاثه معالق ديال السكر سنيده غادي ندير معاها واحد فانيا كيس فاني ودابا غادي ندير ثلاثه معالق ديال النشا كلوش تيقول لها كي اللي كيقول لها نشا كي اللي كيقول لها مايزينا. انا درت ثلاثه المعالق اللي هما كبار غنديها فوق النار حتى الاخر عاد غادي نضيف عليها دانون. هي البنات شيوات امل دارت دانون ديال فاني انا غادي ندير بنان صافي هي بغات فاني وانا بغيت البنان. البنات من بعد ما عقد ليا الخليط ديالي غنضيف عليه هذاك دانون غندير انا كيف قلت لكم جوج دانونات صغيورين هي دارت واحد كبير انا غادي ندير جوج صغار ديال البنان. قالت لك راه كيعطي البنه هو اللي كيعطي البنه الا قالك زعما ما بغيتوش ما ديروش ولكن راه هو قالت لك اللي كيعطي البنه. ضيف واحد اخر حتى دوائر صغار وغادي نخلط هذا الشيء حتى يتخلط ليا داك دانون مع النشا والحليب وغادي نضيفو على الخليط ديالي من الفوق. دابا غادي نمشي نضيفو على الخليط حيدو هاد الروينه في العوينه
والخليط ديالي غادي نضيف عليه هادشي من الفوق، شي معلقه كبيره ما هيا درتو كامل الفوق. غادي نخليه هنايا على برا تتشد فراسه، وغادي ندوزو دابا باش نصايبو الطبقه الثالثه. البنات غادي ندوزو الطبقه الاخرى، غادي نحتاجو فيها نص سيترو ديال الليمون، ها هو. غادي ندير السنيده، شوفوا نتوما القياس شحال بغيتو ديال الحلاوه، شويه حلوه ولا ما حلواش. انا غادي ندير واحد اربعه كبار، ومن بعد غنضيف عليهم واحد كيس ديال الفلون. شوفوا الفلون ديال النكهه اللي بغيتو، انا درت ديال الحامض. حتى هو من بعد معقد ليا شويه كيف كتشوفوا معايا، غادي نخليه يبرد ياخذ الدرجه ديال المطبخ صافي، وغادي من بعد نصبو فوق هذيك. من بعد غير برد نرجع معكم. نسيت ما قلت لكم البنات، هذيك قبيله فاش درنا الطبقه ديال البسكويت الطبقه ديال الحليب مع النشا، راه دخلتها الثلاجه باش تشد واحد شويه يشد داك الخليط فراسو باش غادي نكب فوقو هادي. هنايا البنات كتكون شدات شويه فراسه، غادي نجي نخوي على الطبقه الاخرى من بعد ما بردت ليا واحد شويه. لاكغيا ندخلها دابا للثلاجه حتى تبرد تماما. غادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان. شيوات امال قالت قد ما بردت قد ما كتكون مزيانه. غادي نسد عليها من هنايا، وغادي ندخلها للثلاجه حتى تشد راسها مزيان صافي. بالنسبه لسميتو راه وجد او خرجتو، حتى نقسمو نحطو في الطبسيل ونوريكم كيفاش كيجي في الطبق النهائي طبق التقديم. شوفوا البنات هيا حطيتها هنايا، مذاقه جا زوين البنات، كنتمناكم تجربوها وتقولوها ليا في الكومونتير. المهم دابا طلعت البنات نحيد الصبعين، صبنت الفاطي غادي نحيدهم ونشرهم، وهاد الحويجات اللي هنايا واللي لها خصني نطويهم في القافين نشر دوك الفاطي. هنايا البنات حيت صبنت واحد الفريش ديال البوكس ديال بنتي، وهنايا كنهز داكشي كامل في البوكس باش نحطو ونستف كلشي نرجعو لبلاصتو. وصافي من هنا ما كنساليش الشغل ديالي كاملين، كنحاول كاع داكشي اللي عندي في الدار نخرجو، بابير بلاستيك الزبل كلشي كنبغي نخرجو، ما كنبغيش يبات عندي في الدار.
وهنايا كنكون ساليت معكم لا فيديو ديالي، كنقول لكم السلام عليكم. هنا شديت بنتي باش نقطع لها تفيراتها. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.